بتضحك علينا. الشركه طلعت وهميه، ضحكت على لحيتي وانت سبب. انا يا طويل العمر؟ ايه انت اللي اقنعتي بالشركه الوهميه، الغايه في نفسك. وانت خذ الاوراق هذه كلها وصورها لي واجمعها في ملف. حاتم امر، انت موقوف على العمل ومحول التحقيق. يلا برا، كلكم برا. تعالوا شيلوا النصاب هذا، ما ابغى اشوف رقعه وجهه. حاتم بسرعه 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 يا سعد بسرعه. يلا عجل ان شاء الله. حسبي الله. حاتم يلا يلا حاتم يلا يلا. حسبي الله على الظالم. بسرعه بسرعه ان شاء الله. سعد صور الملف وعطني الصوره واحتفظ بالاصل عندك، انت المسؤول قدامي من الحين. يلا يا حاتم يلا انك تشفي استاذ حاتم، والله انه ما يستاهل. يلا انك تشفيه. لطيفة هي اللي كانت بدها تضربني. لطيفة اللي بتضربك وهي اللي أسقطت عنك دعواها وعم تكذب كمان؟ على العموم أنا لازم أعرف مين اللي بيحردك ضد لطيفة. أحمدي ربك إن لطيفة سوت كذا، لو ما سوت وتنازلت عن دعواها كان قعدتي بالسجن بعد 6 أشهر. إيه وشو يعني هذا الكلام؟ يعني بقي لك كم يوم عندنا. ما أنا بعرف. اسمعي سعاد، هذه مو أول مرة تجي عندنا السجن. سعاد انت بتعرفي ان السوابق بتزيد العقوبات؟ بعرف.
أتمنى أني ما أشوفك هنا مرة ثانية. وأنا كمان. ها بشر، محكمة التمييز أقرت حكم المحكمة وتصدق الحكم. انت وش قاعد تقول؟ التقرير الطبي وتقرير إدارة السجون عن سلوكها وأخلاقياتها كان لصالحها. ما بقوله يعني؟ نسيت انها متعلمة ومعاها ثانوية. هذه مصيبة جديدة جت على راسك يا حامد، ما سويت لها حساب. ايش تبينا نسوي؟ انا قلت لك الامل ضعيف لكن انت اصريت على الاستئناف. طيب منا ما في امل، ما في حيلة ابدا. طيب وش سويت موضوعاته؟ ما في يدنا اي شيء غير نحجز على بيته وامواله المنقولة وغير المنقولة. هذا اذا كان في عندك شهود ياكدون الواقعة. موجودين طبعا، وانا رفعت تقرير للمحكمة. طالما ارسلت تقرير للمحكمة واللجنة انصح بالتريث حتى تعرف رأي المحكمة. انت تدري ان مدير اللجنة هو الوصي على المال والشركة والولد؟ زين انه ما غروك على ادارة الشركة لفترة محددة، ولا نسيت؟ لا طال عمرك ما نسيت، انا بس انا ابي ابري ذمتي واخلي المسؤولية عن نفسي. تطمن، انت اتخذت الاجراء المناسب وهذا يخليك خارج الشبهات. الحمد لله اني خارج الشبهات، ولكن وانا اخوك يعني انت ادرى هذا ماليتين. ادري الحين الادعاء من حق مدير اللجنة لان الوصي الشرعي وهو يمثل القاضي في كل ما يختص بموضوع ادارة اموال اليتيم. الحمد لله اهم شيء اني بلغت وضميري مرتاح. انا مظلوم يا شاهد، مظلوم. ادري الله سبحانه وتعالى يدري اني مظلوم. ماني مصدق اللي صار مولي. وانا بعد مثلك يا استاذ حاتم، ما انا مصدق اللي صار. الوثائق صحيحه يا شاهد، صحيحه. يا ابن الحلال يا استاذ حاتم، خليك من الوثائق الحين، انت الحين تعبان لا تتكلم، اهم شيء صحتك. تبيني طيب يا شاهد؟ انا خلاص انتهيت، صحتي راحت خلاص. المرأة والعيال عند خواهم والبيت بينحجز عليه. شو بقى لي يا شاهر؟ شو تبيني أسوي يا ربي؟ صمت عمرك. أبيك تجيب لي معلومات كاملة عن هذا. والاسم الثلاثي طال عمرك؟ ما في اسم ثلاثي. هو يشتغل في شركة منصور، تعرفها؟ اي نعم طال عمرك اعرفها. هو يشتغل امين مستودع. ابيك تحطه تحت المراقبة وتبلغني اول باول، ولا ابي احد يدري. عمرك طال عمرك. استاذ حامد طال عمرك. خليني اتفضل. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام ورحمه الله. الف مليون مبروك على الرتبه الجديده، والله فرح لك طال عمرك، تستاهل. الله يبارك فيك. زين اللي شفناك يا رجل. عفا عليك طال عمرك، على البال دايم. بس تخبر الحياه وظروفها، انا اول ما عرفت طال عمرك بالرتبه الجديده قلت لازم اجي وابارك لك بنفسي. الله يبارك فيك. والحين أبيك تسمح لي طال عمرك،
أنا حبيت بس أمر وأبارك لك على الرتبة الجديدة. والشغل تخبر ما يرحم يا طويل العمر. وأوعدك إن شاء الله بتكون في زيارة ثانية وثالثة بعد. الله يحييك في كل وقت وفي كل حين. فمان الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظه من الشر. آمين يا رب العالمين. أخاف تكونين شايلة علي. أعوذ بالله يا خالة، شو هالحكي؟ كل شيء مقدر ومكتوب. يا ريت ما شرت عليك بهالزوج. هذا أمر الله. والنعم بالله يا بنيتي. يبا، أنت راجعت إدارة الأيتام؟ إيه يا بنيتي، ووعدني يدرس الموضوع وبشرني خير، وقلت له إن حسين اللي كان مع المرحوم الله يرحمه ممكن يخليه هو يدير الشركة بالنيابة عن الولد، ووعدني إن شاء الله يدرس الموضوع ويدرس كل شيء عنه وعن ملفه، وبعدين يشاور المحكمة ويتخذ قراره. كل الناس خير وبركة، والزين اللي طاريه زين يا بنتي. المهم يا بنيتي نتخلص من حامد. أنا ما يهمني غير ولادي، الفلوس مو مهمة. حقه يا بنتي، وما يصير نرخص بحق الولد؟ الرأي الأول والأخير يا بنيتي حق مدير اللجنة اللي عينه القاضي للوصاية على اليتيم. ما قلت لي، شو أخبار طارق؟ اتصل فيه بالتليفون يا بنيتي، وهو مبسوط ومستانس ويسلم عليك سلام وايد ويقول مو بناقص غير شوفتنا. الله يسلمه. وما قلت لي، شو أخبار الدكان معك؟ مستورة والحمد لله، الدخل زين ومنقنع عاش. هذا أهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو الطاري؟ تارك الشغل ومشرفنا اليوم. مو بكيفي. مو بكيفك؟ وش اللي بخليك تترك شغلك في الفرع وتجي هنا؟ أي شغل الله يهديك. أنت عارف إن النشاط متوقف في الفرع من شهور، يعني لا شغل ولا مشغلة. أزين لي، على الأقل ترتاح. أنت عارف إنه أنا ما أحب أرتاح. تعصي أوامري؟ أوامرك انتهت من زمان يا أستاذ، وترد علي بعد؟ والله فوضى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنت وش تبي؟ القرار. أي قرار؟ قرار مدير اللجنة إن السيد حسين هو الوصي على أموال الحر والشركة، وإن السيد حمدان هو المدير العام للشركة. وش دخل حسين بالقرار؟ أنا المدير المسؤول هنا. أنت كنت المدير يا أستاذ، ولكن الحين تغيرت لعدم الأهلية. لو سمحت وقع لي على هذا القرار. على فكرة احنا مرينا على البنك قبل ما نجي هنا علشان ما نوقع في اي غلطة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ حمدان؟ عصرك طيب؟ الحمد لله على السلامة، ما قبت الا جيت سالم. الله يسلمك. الله. كيفك انت يا شاهد؟ انا والله الحمد لله زين. شو المطلوب؟ تروح وبس. طيب في لي أوراق ومعاملات خاصة. متعلقاتك الشخصية فقط، أما الأوراق والملفات فهي ملك الشركة، علشان مدير دائرة الأيتام يطابق بين الجرد الحالي والجرد الماضي.
أنا قلت متعلقاتك الشخصية فقط، الملفات والأوراق ملك الشركة، فاهم ولا لا؟ إيش بقى فيها؟ وقف يا أستاذ، أتفضل خذ صورتك وسلمني مفاتيح السيارة لو سمحت، لأن السيارة عهدة على الشركة، وإذا كنت تحب أطلب لك ليموزين فأنا ما عندي مانع. أتمنى يكون في تعاون بينك وبين الموظفين. إن شاء الله يا أستاذ، بس المهم الحين الجرد وضبط الحسابات. الحين رجعت لمكانك يا أستاذ حمدان. الله يرحمك يا منصور. خير؟ ذبحتنا 70,000 اتصال. اتصلت خير؟ وش تبي؟ وش العلوم اللي ذبحتنا فيها ذي؟ اخبار زفت. الله 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 الله، وش زفته بعد؟ خير حامد؟ وش في حامد حبيبي؟ حامد يجي مطرود من شغل، حسين هو واصي على اموال حر، وحمدان مدير جديد. حامد انطرد من الشغل وحمدان مسك مكانه؟ من هو حمدان ذا؟ حمدان دي مساعد منصور صاحب سيركا. يا رجال يخوف. يخوف؟ معقولة يعني؟ مثل السمك، عين مفتوحة على طول، شوف كل هذا. عمران أشوفك خايف منه، شو السالفة؟ رجال يخوف. وشلون مستودعاتك؟ تمام، كله تمام. أكيد إن حامد كان يوقع لك على كل اللي تبيه، ها؟ خدر. لا تقول خضر، أنا أخاف ترى. المهم بس قول لي أنت، حامد وش أخباره؟ حبيبي حامد ما خافش عليه، خوف علينا إحنا تنين. أنا انطرد مثل الكلب؟ ليه؟ وش سويت؟ الله لا يبارك فيهم، مو من حقهم أصلا. الفلوس أخوي. الفلوس ولد لطيفة، ولد فاطمة اللي صار القاضي وصي على أموالهم الحين. أمك ضايفة وش لها؟ مال السدس؟ ولا بيدها شيء يعني بيرموا لها كل شهر قرشين. عجبها، ما عجبها قالوا لها تعالي خذي نصيبك من التركة. وش بيطلع نصيبها من التركة يا حظي؟ ولا شيء. خرطي. بس الولد ولد منصور يا حامد، تسمع؟ أدري يا عمتي، بس وش تبون أسوي يعني؟ طيبة قلبي خلتني أسمع كلامكم وأترك الوظيفة، والحين راحت الشركة وراحت الوظيفة ولا عاد عندي شيء. خلاص الله يعلم من وين ناكل ونشرب يا مزنة. بعد شو تسوي؟ رجع لوظيفتك. ايش قاعد تقولين انت ارجع لوظيفتي؟ وش تقول الناس علي؟ ضحكين الناس علي يا مزنة؟ لا انا ابغاكم تساعدوني مو تهبلون بي. ايش نقدر نسوي لك يا ولدي؟ كثير يا عمتي. أقول وإن شاء الله إحنا ما نقصر عليك. أمك تبيع البيت هذا، ها؟ وروح كلنا نسكن في بيت منصور. وأنت حبيبتي يعني ذهب تعطيني إياه ونبيعه ونشتغل في الموضوع هذا. وأم خالد بعد إذا عندها ذهب تبي تبيعه ولا شيء، ترى
تعطينا اياه بعد واحط مع القرش اللي معي انا وافتح شركه استيراد وتصدير باسمي وحق عمتي بركبتي. ها وش قلتوا؟ اللي تشوف. وانت يا عمتي؟ عاد وش اقول غير انا موافقه. على بركة الله. سلامت عمري. ها وش العلوم؟ عمران تحت المراقبة وما حاوله أي شبهة من عمله لبيته ودائما يروح القهوة وعنده صديق اسمه خبر. أبوك تحطه تحت المراقبة وحامد ترك الشركة. نعم. من اللي يتكلم؟ زين عطوا العنوان. احنا جايينك الحين. جهز لي قوة من الافراد. عندنا مهمة بالحي الشمالي. ابشر طال عمرك. حي الله من يانا. الله يحييك مشكورة. تفضلي. معني الوالدة ما قدرت تجي وياي تعبانة شوي. لا سلامات أنا أجي أزورها. أم خالد أنتِ ما سمعتي عن سحب الوصاية وإدارة الشركة من حامد؟ حامد كلمني بالتليفون وقال لي إن مدير اللجنة عين حسين مدير للشركة. وأنتِ تعرفين حسين هذا؟ إيه عارفة. كان المرحوم دايماً يتكلم عنه. يقول إنه نزيه ويحب شغله. يعني بيكون أنزه من حامد ولا بيحافظ على مالك ومال ولدك أكثر من حامد؟ أنا قلت لك ألف مرة يا مزنة إن كل هالأمور ما تهمني عقب المرحوم. وبعدين أنا كل همي الحين شلون آخر بثار أبوه وشلون أربي ولدي يجيب بثاره. إيش فيك يا أم خالد؟ صدق برودك بيذبحني. ما تخافين تضيع حقوقك؟ ما دام القاضي شايف كذا فهو أبخص. الله براحتك. المهم الحين أنا جايت لك في موضوع ثاني وإن شاء الله ما تفشليني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا سعد، ايش عندك؟ لك عندي خوش خبر. خير، ايش هو؟ حامد. ايش بو حامد؟ وايش جاب سيرته دحين؟ حامد فتح شركة وسماها حامدكو. يا اخي انت مالك وماله، شيله من دماغك الله يخليك. استاذ حمدان، اللي انا ابي اعرفه من وين جاب فلوس الشركة؟ الله اعلم. الله اعلم يا سعد. أنت تدري إن حاتم انظلم ظلم كبير واللعبة كانت من حامد. أسمع يا أخ سعد، في ناس كثيرة طيبة قلبها تسبب لها مشاكل وتوقع في حاجات ما لها لزوم، وحاتم الله يهديه قلبه أبيض وطيب وتورط في هذه المساهمة وهذا اللي صار له. مساكين حاتم، طيب زيادة عن اللزوم
وحامد استغل هالطيبة أبشع استغلال. أسمع يا سعد، زي ما يقولوا في المسلسلات القانون لا يحمي المغفلين، وأنا اطلعت على ملف القضية وأكيد أكيد حامد ما لقوا عليه أي إدانة أو دليل. المصيبة أنا من حامد، قل لي إيش أخبار حاتم؟ الحمد لله رب العالمين، طلع من المستشفى وتوقف بالسجن يوم، وهلا طلعوا كفالة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لو بيدي شيء أساعده ما أقصر. مساكين حالته صعبة حيل. أهلينك. وعليكم السلام. هلا 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 أستاذ حسين، أنا بخير وعافية، لا أمور الشركة كلها تمام عال العال. إيش بتقول؟ الله يبشرك بالخير يا سيدي، أنا جاهز لو تبغاني أوقع الآن. ماشي ماشي يا أستاذ حسين، ولا يهمك، شكرا جزيلا. أبشر يا أستاذ حمدان، بشر. أبشرك يا سعد، رايحين نوقع مناقصة تعوضنا عن خسارتنا السابقة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سعاد، المرأة التي حاولت قتل ولدي والتي كانت تخطط لسلبي حياتي، لأن الحر هو حياتي والتي سوف أحياها، ولكن وليسامح الله. لقد فعلت ما فعلت لأنها لم تشعر يوما ما معنى أن تكون المرأة أما المسكينة. أقول إنها مسكينة لأنها فعلا مسكينة. لقد حولوها إلى سجن آخر بعد طول تحقيق لم تفصح فيها عن السبب للنيل من ولدي. المهم عندي أن أطلب من الله تعالى إصلاح حالها. أجل فسعاد طينتها صالحة، لكن ربما الظروف التي تعيشها جعلتها تفكر بهذه الطريقة وكذلك تتصرف. أهلين أهلين مدام، شلونك يا سيري؟ الحمد لله. وينو هشام؟ هون بسألو مدام. هشام هشام، ماما حبيبي، ما اشتقت لي يا عمري، ما عرفتني؟ أنا ماما حبيبي، أنا أمك. وليش هيك وشو وسخ؟ لأنه في أكل شوكولا مدام. شوكولا مدام؟ بعدي من وشي الله ياخدك. تعال تعال أنا مو قايل لك إنها بتجي. نظف الولد، نظفيه حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا أحمد. القوي يا عم بدر. الله يقويك. هذه رسالة جاتك عن طريق صندوق بريدنا يا عم بدر. صندوق بريدكم؟ إيه هذا من ولدي طارق، جزاك الله خير أبوي. يا مال الله أبوي، يا مال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والدي العزيز، أرجو من الله أن تصلك رسالتي وأنتم جميعا بخير. تحياتي لك ولأختي لطيفة وولدها الحر، ولا تنسى طبعا خالتي الجوهرة. طمنونا عنكم. ولدكم طارق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.
غدا يبلغ ولدي الحر 5 من العمر. غدا سيأخذونه مني. غدا يخطو ولدي باتجاه الحرية، وأنا أبدأ أول أيامي في السجن. يا رب لا أطلب منك إلا العون. غدا ينزعون حضانته مني ليصبح في حضانة جدته أم منصور. هل ستحبه؟ ومن يحب طفلا كما تحبه أمه؟ من؟ من؟ حتى إن أحبته أخشى أن ينساني ولا يعرف أن له أما لها قلب يتمزق عليه. اليوم أدركت أن السجن كريه، وأن ولدي يدفع ضريبة ذنب أنا ارتكبته. يا رب يا رب امنحني القوة على الصبر. هل يكون غدا ميلاد ولدي وإعلان موتي؟ يا رب. صورة من هذا يا خالد؟ أبوي. وهو وين فيه؟ القبر. ليه؟ مات. ومن اللي موته؟ لطيفة. شاطر ولدي حبيبي. وهي وين هي الحين؟ بالسجن. وإحنا إيش لازم نسوي فيها؟ تموت. روح قلب ابوك. تعب تعب تعال شوف وش انا جايب لك شغلات. امسك طياره وسلعوف. ايش رايك؟ مبسوط حبيبي انت؟ هلا سعاد. ممكن اعرف انه داهيه كنت؟ يا بنت الحلال ترى الملافظ سعد داهيه عاد. ايه داهيه، ويمكن عند مره ثانيه كمان.
ساعة انت دائما يعني تسيئين الظن فيني. شو هدول؟ هذول فلوس توني مخلص من مهمة. وفلوسي وينهم؟ أي فلوس؟ الفلوس اللي أخذتهم من حامد مشان المهمة اللي وصلتني فيها ولا نسيت؟ الفلوس! إيه تذكرت. لا موجودة ارقدي واملي موجودة. بس أنت شكلك جعانة وأنا بعد جوية. دقيقة يا قلبي دقيقة. يا ساري! ساري يا زفت! ساري! حاضر عمي. أنت في وين؟ أنت ما تسمعين أنت؟ يلا المطعم اللي تحت اللي جنب البيت، وانا بتصل الحين بالتليفون بطلب غدا حقي وحق عمتك وتجيبينه طياره، فاهمه؟ حاضر. يلا. طلبنا اكل. يلا يما تعال حبيبي تعال عند جدتك. لا ما ابيك، ابي امي. اوف بالكلام بزران. حامد اياني وياك اشوفك تتعامل معه بهذا الاسلوب. الولد صغير، ارفق بالولد شوي. تعال يا بعد عمري، تعال عند جدتك في بيت عمرك. تعال. لا ما ابيك، ابي امي. يلا يما اقول تعال. تعال حامد. شوف مرة ثانية ما تسمع الكلام أقص لسانك. تعال ما ترفق به. سمعتك ترفع صوتك مرة ثانية لسانك أقصه، فهم؟ خلاص خاف الله فيه يا رجال، خاف الله فيه. هذا هو؟ إيه هذا هو. أنا عمتك نزلة. الولد هذا متوحش ويبي لي يتربى من جديد. طبعا تربية سجون، معاشر الحرامية والمجرمات مثل أمه. تعال يما، تعال عن جدتك يا بعد عمري. تعال. اسمع يا ولد، البيت هذا مو مثل السجن، هنا في نظام. تسمع كلام جدتك أم منصور وعمتك مزنة، فاهم؟ وأمك هذه تنساها لا تجيب طريها. مرة ثانية تقول أمي أكسر تمك، فاهم؟ ساري خذ وياك داخل. قلت لك أمك انساها. يا ولدي الله يهديك، بس ارفق بالولد شوي، ارفق به يتيم. الله يعيني عليه. يا بنيتي هذا أمانة، أمانة برقبتي، أمانة. لا تخافين يما، أنا بعرف شلون أربيه من جديد. حالة أبوي ما تسر. إيه من يوم ما طلع من السجن لا سلام ولا كلام. يما إيش رأيش نوديه طبيب نفسي؟ لا يا ولدي، أبوك ما هو مجنون. يما أنا ما قلت إنه مجنون،
بس أبوي مريض من زمان ولا يصير نخليه كذا. الله لا يوفقك يا حامد، هو سبب مصايبنا كلها. آه لو يطيح بيدي هالحامد. لا يا ولدي، رب العالمين ما ينسى أحد أبدا، ولا بد أن الظالم ياخذ جزاء. كل يا ولدي كل. يا رب يا رب انك تشفيني وتشفي كل مريض ان شاء الله. يا رب انك ترضى عني وتغفر لي يا غفور يا رحيم. يلا انك تحسن خاتمتي يا رب. تعرفوا انه بفضل من الله انه الشركه قدرت تنجز في الفتره البسيطه عدد من المشاريع المهمه والكبيره على مستوى المملكه، وهذا بفضل الله ثم بفضل التخطيط السليم وجهودكم. وعلشان كده اصبحت سمعه الشركه شركه يعني مميزه جدا على مستوى المملكه والخليج. وانتم عارفين انه الشركه الان تطمح للفوز بمشروع جديد اللي هو الفوز بمناقصه تاسيس الفرع الجديد لشركه البتروكيماويات، وجميع الشروط الفنية والهندسية المطلوبة موجودة في كراسة الشروط اللي احنا استلمناها. من هذه اللحظة نقوم الآن نجتمع مع بعض، تدرسوا كراسة الشروط دراسة دقيقة وتكتبوا لي التقرير مفصل بعد ما تتفقوا عليه. والآن يعطيكم العافية وممكن تتفضلوا على مكاتبكم. أستاذ حمدان. خير خير يا شاحن. السلام عليكم. عليكم السلام. خلصت الاجتماع؟ الحمد لله. ايه في واحد هناك في غرفة الانتظار يبغيك ضروري. خليه يتفضل. خليه يدخل. ايش عندك يا شاهر؟ خليه يتفضل. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال عم تميم؟ ها بشرني، البضاعة وصلتك؟ أنا ما أقدر أتأخر عنك عم تميم. أي نعم موجودة. أبشر، أنا تحت أمرك. مع السلامة. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عبد الله طال عمرك. عبد الله. عبد الله مين؟ ولد حاتم. عبد الله ولد حاتم؟ ما شاء الله تبارك الله، كبرت يا ولدي وصرت رجال، شنب وسكسوكه. سامحني يا ولدي، ترى انا ما عرفتك. يا هلا يا مرحبا، حي الله ريحه الطيبين، حي الله ولد اخوي. يا ابن الحلال كان قلت لي من اول كان دخلتك على طول بدون انتظار. يعطيك العافيه يا شاهد. الله يعافيك. إلا قل لي يا عبد الله، كيف صحة الوالد؟ الحمد لله، بس حالته ما تساعد، من يطلع لصلاة الفجر للصبح ما يرجع إلا تالي الليل، لا يكلم أحد ولا أحد يكلمه. معقولة؟ إيه طال عمرك، والمشكلة كل ما جينا نكلمه نشوفه يقرأ قرآن، ولا يبغى يكلم أحد. طيب، كيف عايش؟ إيه، على التمر والماء.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبوك مظلوم وأنا متأكد من براءته. إيه أمي قالت لي إن حامد هو السبب. أنا ما حملت أمتي أحد. عموما يا ولدي تفضل ارتاح. أستاذ تبون شاهي ولا نسكافيه ولا عصير برتقال؟ هات عصير، هات عصير يا شاهي. إيزي تفضل ارتاح يا ولدي تفضل. ودراستك ايش سويت فيها؟ أبشرك أنا خلصت الثانوية وبعلامات جيدة بعد. ما شاء الله تبارك الله. صحيح زي ما قالوا من شابه أباه فما ظلم. أنت عارف أبوك كان من الأوائل معانا في المدرسة. بس قل لي يا ولدي أنت إيش تبغى تسوي؟ أنا أدور شغل وأبي أساعد أبوي، بس أمي ما تبيني أشتغل، تبيني أكمل الدراسة. أسمع يا ولدي أنا عندي مهمة عمل ممكن أغيب فيها يومين أو ثلاثة، لكن أنا حكلم الأستاذ حسين بموضوع الوالد وحالته الصحية، وخلينا نشوف إيش يقدر نساعده، واللي في الخير ربنا يقدمه. الحمد لله على السلامة يا لطيفة. أبي ولدي هدي هدي شوي هدي. أبي ولدي الحر هدي يا لطيفة. ولدي خذ ولدي هدي. أنا قاعدة أسمع صوت ولدي ناديني. اهدي يا لطيفة وطولي بالك اهدي. لا هدي يا لطيفة. سامتك يا ولدي، سامتك يا يما. أبي ولدي يبيل ولدي. يا يما يا الحر. هدي هدي يا لطيفة. خليك هني وما تتحرك لين يجي حامد، فاهم؟ صدقني ما تبات في البيت الليلة. وانتي وين رايحة بعد؟ اعذريني يا عمتي ما اقدر اخلي ولدي مع هالولد، هذه تربية سجون. عن اذنك مع السلامة. ما حق انا اول ما يجي حامد اخليه يودي. ايش فيك تطالعيني كذي؟ شوفي ايش سوى في ولدي. شوفي شوفي. ها خير ان شاء الله. ايش فيكم؟ صوتكم واصل لاخر الدنيا. بعدين ايش فيهم خالد؟ اسلم عليها وماخذه ولدها ولا حتى ترد السلام؟ تعال تعال شوف سوى هالقرف ولدك. تعال شوف وين هالكلب هذا؟ والله أنا ربيه. رميته في المخزن. هذه تردونه لما في السجن المجرم ولد المجرمة. خير خير إن شاء الله. هذا أولها والله يعين من تاليها.
الولد صغير ويمكن ولدك متحرش فيه. وانت اكبر منه وتخليه يطقك ولا تقدر عليه؟ يلا انقل على غرفتك. يلا قلت لكم اخذوه، ما بي معنا في البيت. البيت بيته، مزنة ترى تحملت سواجب. كفاية عاد كفاية. سامي يا حامد، سامي من بعد شر ما نقعد في البيت، خلاص البيت مو بيتنا، حي صار بيت المتوحش ولد المتوحشة. خلاص يا مزنة شنو خلاص، الولد هذا قلت لك ما يقعد معانا. على راحة يمه، هو صاحب البيت، حنا عايشين من خير الله ثم خيره، وتبين تطردينا بعد؟ عقلي يا مزنة عقلي. الحين تدافعين عن ولد منصور؟ نسيتي منصور ايش كثر كان يكرهك؟ تب ولا كلمه. ولدي مات وما بفرط بولده. خلاص مثل ما تبين يمه، من باكر بهدك البيت. وشو وش تحترين من الحين احسن؟ تبيعيني يمه؟ تبيعيني عشان هالقرد؟ وين اروح من ربي انظلمته يا بنتي؟ وين اروح؟ انا مستلمته بتعهد موقعه عليه انه ما ينظام. يا بنيتي وين تروحين من الله؟ وين يا عمتي؟ الله يهديك، مزنة معصبة وبعدين تروق، يعني لا تردين عليها الحين. الولد صغير ويمكن ولدك هو المعتدي، خله احسن ما سوى فيه عشان لا يعيدها مرة ثانية. حامد طلعني من هالبيت الحين الحين. خلاص 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 يا مزنة، روحي غرفتك الحين. يلا روحي. عمتي الله يهديك، انت تعرفين مزنة دايم تحمق بسرعة وتهدى بسرعة، لكن أوعدك من العين هذه قبل هذه ما يصير إلا اللي تبين. يا عمري تعال، انا جدتك فديت عمرك، انا جدتك حبيبي، من اليوم بتنام عندي يا عمري، من اليوم. تعال يا عمري جيعان ابوي. يا بعد قلبي يا عمري، يلا حبيبي باكلك الحين، تاكل لين تشبع في يدك. يلا يلا يلا. سويتي؟ ما احبه، ما داني البيت اللي هو فيه ما قعد فيه. سمعتي ايش قالت؟ البيت بيته والحلال حلاله. معلش حبيبتي لازم نتحمل، نتحمل ايش؟ انا ما اتحمل احد، تبي تتحمل انت كيفك. طيب مثل ما تبي، بس اعطيني فرصه شوي، خليني افكر ونشوف ايش نسوي. يا برودك يا برودك، سوي اللي قلت لك عليه. طيب طيب، بس الامور ما تجي بهالشكل يا مزنة، لا يبي لها تفكير تدقيق وحسابات، وخلي الباقي عليك.